أهلا وسهلا فيكم. درس اليوم بيحكي عن طريقة نصف تفاعل أيون إلكترون في موازنة معادلة التأكسد والاختزال. طبعا لما نحكي عن موازنة المعادلات إحنا بنحكي فعليا عن قانونين، قانون حفظ المادة اللي بيحكي أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وإنما تتحول من شكل إلى آخر، يعني بمعنى آخر إنه هالمادة اللي بتدخل في المواد المتفاعلة هي نفس الكمية راح تكون في المواد الناتج، بس يمكن تكون على صورة مختلفة. يعني يمكن يدخل أيون، يدخل جزيء الماء على شكل سائل بس يطلع في عنا هيدروجين غاز، بس المادة ككمية بتضلها هي نفسها. فعدد ذرات العناصر بتكون نفسها في المواد المتفاعلة نفسها في المواد الناتجة، هذا بنسميه قانون حفظ المادة. أما بالنسبة لقانون حفظ الشحنة فهي بتحكي عن المجموع الجبري للشحنات، يعني هاي بنسميها شحنة وحكينا هاي إلها شحنة وهاي إلها شحنة وهاي إلها شحنة. لما نجمعهم المجموع الجبري للشحنات لازم يكون متساوي في كل من الشقين. فخلينا نبلش عشان نفهم أحسن كيف نستخدم طريقة نصف تفاعل أيون إلكترون في موازنة معادلات التأكسد والاختزال. رح نحكي عن هدول الأربع معادلات وإن شاء الله رح يكونوا يعني رح يكفونا لحتى نفهم الموضوع. فخلينا نبلش. أول معادلة عندنا إياها اللي هي AL زائد AG تعطينا هيك. خلينا نشوف شو لازم نعمل. أول شي لازم نكتب نصف تفاعل تأكسد ونصف تفاعل اختزال. اللي ما بيعرف كيف يكتب يراجع أول درس في وحدة التفاعل والاختزال، حكينا فيهم عن نصف التفاعل. فعندنا هنا AL نصف تفاعل اللي هو AL بلس 3 وال AG بلس طبعا نزلوها مع أيوناتها، نصف التفاعل تبعها اللي هو AG هيك. هاي أول خطوة. تاني خطوة بنروح بنوازن الذرات، يعني هون عنا إياها تاني خطوة اللي هي عبارة عن قانون حفظ المادة. اللي بيصير في عنا هون في عنا واحد AL وهون في عنا واحد AL، هون في عنا AG واحدة هون في عنا AG واحدة، إذا هم موازنين ومخلصين. خطوة رقم اثنين هيك خلصنا منها، واحد AL واحد AL واحد AG واحد AG، ما بنضطر إنه نضرب. تالت خطوة بيحكي لنا بدنا نعمل موازنة الشحنة اللي هي قانون حفظ الشحنة. فشو قانون حفظ الشحنة؟ هون عنا إياها صفر وهون عنا إياها موجب ثلاثة، إذا هي بتختلف. لازم نخلي هاي يصيروا متساويات. كيف بنصير متساويات؟ عن طريق إنه منضيف هنا زائد ثلاثة إلكترونات. هلأ هذا زي ما إحنا منتبهين موجب ثلاثة، يعني زائد ثلاثة، بينما الإلكترون هو سالب، موجب ثلاثة زائد ناقص ثلاثة بتساوي صفر. فهيك بتصير متعادلة، بتصير هذا الشق عنا إياه صفر وهذا الشق عنا إياه صفر. فإذا نحنا همنا دايما إن بدنا نعادل المجموع الجبري، هنا يا عنا إياه صفر وهنا عنا إياه موجب ثلاثة. عشان أخلص من الموجب ثلاثة لازم أطرح ثلاثة، فبحط زائد ثلاثة إلكترون، ولا تنسوا إنه الإلكترون شحنته سالبة. نفس الشي بالنسبة للAG، هون عنا إياها بلس وهون عنا إياها صفر، هاي بدنا نحولها للصفر فمنضيف لها واحد إلكترون، والإلكترون سالب ناقص واحد زائد موجب واحد تساوي صفر. هيك بتكون عملنا معادلة لقانون حفظ الشحنة. رابع خطوة نعملها إنه بدنا نساوي عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة، مساواة الإلكترونات، مساواة الإلكترونات. كيف نعمل مساواة الإلكترونات؟ نطلع هنا في عنا بالشق الأول الإلكترون ثلاث إلكترونات، بس بالشق الثاني من المعادلة في عنا إلكترون واحد، لازم يكونوا متساويين. فبضرب هاي المعادلة في ثلاث، لما أضرب هاي المعادلة في ثلاث بصير هذا الإلكترون بيساوي هذا الإلكترون، فبتصير المعادلة ثلاثة AG بلس زائد ثلاثة إلكترون بتساوي ثلاثة AG. ولا تنسوا أنها ثلاثة تتوزع على كل أطراف المعادلة سواء كان في المواد المتفاعل أو في المواد الناتجة. فبتصفي عندنا المعادلة، خلينا نكتبها لتحت، AL زائد AL بتساوي AL بلس 3 زائد
ثلاثة إلكترون، وعندنا 3Ag بلس زائد ثلاثة إلكترون 3Ag. هلأ الخطوة الخامسة واللي هي الأخيرة اللي نعمله، نجمع المعادلتين. يعني هاي المعادلة هاي المعادلة بنجمعهم. طبعا هذا الإلكترون في شق المتفاعلات وهذا الإلكترون في شق النواتج، إذا بلغوا بعض كونهم بيساووا بعض وباتجاه متعاكس. يعني هذا في شق النواتج وهذا في شق الإلكترونات، إذا هما في اتجاه متعاكس فبيلغوا بعض. فبصفي عنا Al زائد 3Ag بلس تعطينا Al بلس 3 اللي هي هاي زائد 3Ag، وهاي هي معادلة التأكسد والاختزال موازنة. خلينا نشوف هالمعادلة. نكتب شق الأنصاف المتفاعل Cr بلس 2 تعطينا Cr بلس 3، والثاني I2 تعطينا I minus. أول خطوة عندنا إياها هاي عملناها، لها كتبنا الأنصاف. ثاني خطوة عندنا إياها قانون حفظ المادة، وقانون حفظ المادة حكينا بعدد الذرات. عندنا هنا واحد Cr وعندنا هنا واحد Cr، إذن هاي معادلة من ناحية حفظ المادة. هاي عندنا 2 I، هلأ هنا صار في عندنا واحد I، فمنروح ضاربينها في 2، هيك صار في عندنا 2 I 2 I، هيك قانون حفظ المادة. هلأ ثالث شغلة نعملها حفظ الشحنة. قانون حفظ الشحنة عندنا يا هنا موجب 2 وهنا موجب 3، إذا بضيف هنا إلكترون واحد، 3 ناقص واحد بصفي عندي موجب 2، إذا بتصفي هاي موجب 2 وهاي موجب 2، هيك تعادلوا. بينما هون عندنا يا هاي صفر وهاي عندنا ياها ناقص واحد، ولازم تنتبهوا هون لما يكون في عندي 2، لما يكون في عندي معامل مش رقم الجزيء، يعني معامل بيكون وراء المركب مش تحته، هاي تنضرب في الشحنة. فهون أنا صفت عندي معادلة سالب 2 إلكترون. فأنا بالحالة هاي شو لازم أعمل؟ إذا لازم أضيف على الجهة الثانية اللي هي هاي زائد 2 إلكترون، لأنه هون أنا صار في عندي سالب 2 إلكترون، وهون لازم أخليها زائد 2 إلكترون، يعني ناقص منها 2 إلكترون، فبتصفي هون عندي سالب 2 إلكترون وهون سالب 2 إلكترون. بتصير المسألة هاي قانون حفظ الشحنة كمان عملنا. هلأ ثالث أو رابع خطوة لازم نعملها، إن بدنا نساوي عادل إلكترونات في المعادلتين. هون عندنا إلكترون واحد وهون في عندنا إلكترونين، فمنروح ضربين هاي المعادلة في 2، بتصير عندنا المعادلة 2 Cr بلس 2 تعطينا Cr بلس 3 زائد 2 إلكترون، لأنه 2 Cr بلس 2 سوري لأنه ضربناها. هلأ بتصير المعادلة الثانية اللي هي I2 زائد 2 إلكترون تعطينا 2 I minus. واللي بيصير عنا ياما لأن نجمعهم، فهاي لأنها بشق المتفاعلات وهاي بشق النواتج بيروحوا مع بعض، بنجمعهم مع بعض بتصفي المسألة 2 Cr plus 2 زائد I 2 تعطينا 2 Cr plus 3 زائد 2 I minus. هلأ عنا هاي المسألة. أول خطوة حكينا بنعملها أن نكتب نص تفاعل، نصفي التفاعل، عندنا Al مع Al والCu مع الCu. هلأ تاني شغلة بنعملها اللي هي قانون حفظ المادة، وحكينا قد ما في عندنا ذرات Al، هون عندنا إياها واحدة هون عندنا إياها واحدة، هاي محفوظة، هاي عندنا إياها واحدة هاي عندنا إياها واحدة، إذا هاي محفوظة. هلأ تاني بعد حفظ الشحنة بيجي حفظ المادة، بيجي عندنا حفظ الشحنة، وحفظ الشحنة حكينا هون في عندنا زائد 3 وهون صفر، كيف ممكن نوصلها صفر؟ نحكي زائد 3 إلكترون، وهون عنا يا موجب 2 هون الصفر، عشان نوصلها للصفر بنحكي موجب 2 إلكترون، فهون موجب 2 إلكترون هون سالب 2 إلكترون، موجب 3 سالب 3 بتسويها صفر. فهي قانون حفظ الشحنة. رابع خطوة تحكي لنا انه لازم نساوي هذا الإلكترون في هذا الإلكترون، كيف بدنا نساويه؟ نطلع على إشي مشترك بيناتهم، في إشي مشترك بين الثلاثة والاثنين؟ ما في، إذا نحن مضطرين نضرب هاي المعادلة وهاي المعادلة.
هاي المعادلة كاملة في 2 وهاي المعادلة كاملة في 3. بتصفي عنا المسألة بالشكل هذا لما نوزعها. هاي عنا صار 6 إلكترونات في المواد المتفاعلة من المعادلة الفوقانية، و6 إلكترونات في المواد في المواد الناتجة، و6 إلكترونات في المواد المتفاعلة في المعادلة هاي. ولا تنسوا إنه المعامل لازم ينضرب فيهم كلهم، يعني كان في عندي أنا هون سي، وهون عندي سي يو سي يو سي يو، وهون عندي كان 2، لما ضربتها 3 في سي 3 في 2 و3 في سي يو، فبتصير عندنا 3 سي يو بلس 6، لأنها 3 في 2 6 و3 سي يو. ولما نجمعهم مع بعض هذا طبعا رح ينشطب مع هذا، وبتصفي عنا المسألة اللي هي المواد المتفاعلة هدول مع المواد الناتجة اللي هم هدول. وهلأ نكتبهم 2 AL زائد 3 سي يو بلس 2 تعطينا 2 AL بلس 3 زائد 3 سي يو، وهاي هي هيك بتكون عندنا المعادلة. شوف المسألة الأخيرة هاي كمان بيحكي لنا إنه أول خطوة بنروح كاتبين نسبي تفاعل الآي مع الآي والإس 2O3 مع الإس أو لحال، هاي في معادلتين منفصلين. انتبهوا كيف لما أنا بكتب المعادلة دائما بخلي في فراغ هون، بخلي في فراغ هون بين السهم، لأنه احتمال يجي الإلكترون هون، احتمال يجي هون، احتمال يجي الإلكترون هون، احتمال يجي هون، فدائما خلوا في فراغات ما ترصوا بعدها مباشرة السهم. أول شغلة مطلع عليها اللي هي قانون حفظ المادة، حفظ المادة هون عندنا 3 I ماينس، هون في عندنا 1 I ماينس، فلازم نضربها في 3. هاي تعادلت من ناحية حفظ المادة. هلأ نطلع هون حفظ المادة، عندنا هون 2 S، هون 4 S، عندنا هون 3 O، عندنا هون 6 O. إذا شو نستنتج؟ إنه هاي مضروبة في 2، لازم نضرب هاي في 2. 2 في 2 تساوي 4 اللي هي هاي، و2 في 3 بتساوي 6 اللي هي هاي. هلأ خلينا نشوف قانون، عملنا قانون حفظ المادة، هلأ بنشوف قانون حفظ الشحنة. قانون حفظ الشحنة حكينا المعامل ينضرب بالشحنة، يعني المعاملات هاي رح تنضرب بالشحنة، فبصفي عنا هنا سالب 3 وهنا عنا إياها سالب 1. هلأ عشان نحول السالب 1 لسالب 3 نحن بحاجة لكمان إلكترونين، فبنحكي زائد 2 إلكترون. هلأ سالب 1 زائد ناقص 2 تساوي عنا ناقص 3. هلأ هون عنا إياها 2 في سالب 2 بتساوي عنا سالب 4، وهاي عنا إياها سالب 2. هلأ عشان السالب 2 تصير سالب 4 فإحنا بحاجة لكمان 2 إلكترون. هاي قانون حفظ الشحنة. إذن ثالث خطوة حكينا لازم نساوي الإلكترونات في المعادلتين، يعني أنا في عندي هلأ هون في عندي 2 إلكترون وهنا في عندي 2 إلكترون، إذا أنا يوم مساويين مخلصين هاي الخطوة جهزت عندي. إذا أنا هلأ شو بنعمل؟ بنجمع المعادلتين مع بعض. حكينا هاي في المواد المتفاعلة وهاي في المواد الناتجة، فبلغوا بعض، بصفي عندي جواب I minus 3 I minus 3 زائد 2 S2O3 minus 2 بتساوي 3i minus زائد S4O6 2 minus. فهاي عنا إياها المعادلة الموازنة. إذن هذا الدرس بيتطلب منا إنه أول شغلة نكتب نصفي التفاعل زي ما عملنا هون، كتبنا نصفي التفاعل، بعدين نعمل قانون حفظ المادة اللي هي عدد الذرات، كان في عنا هون 3 I بس هون عنا I واحدة فما ضربناها في 3. بعدين حفظ الشحنة، كان في عنا هون سالب 3 هون عنا إياها سالب 1 فمنضيف لها إلكترونين عشان تصير نفس المجموع الجبري. مساواة الإلكترونات في المعادلتين، عنا هذا الإلكترون في المعادلة هاي وهذا الإلكترون في المعادلة هاي لازم يكونوا بيساووا بعض. وآخر خطوة اللي هي جمع المعادلتين، يعني بنجمع هاي المعادلة بالمواد المتفاعلة بنحطهم بجهة والمواد الناتجة بنحطهم في جهة، فبتطلع معانا المعادلة موزونة. وهيك بكون خلص اليوم، بنشوفكم في الدرس الجاي.